السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. هنتكلم مع بعض النهارده باذن الله عن برج العقرب، هنشوف الطاقه بتاعتك، هنشوف ايه الاخبار عندك يا برج العقرب، لانك عندك شويه امور مستجده. انزلوا باللايك الجميل وبالتعليق الحلو علشان الفيديو بتاعكم يوصل لاكبر عدد من المشاهده. يلا بينا بقى برج العقرب نشوف ايه الاخبار عندك. بس قبل ما ابدا ما تنساش اللايك يا برج العقرب، ونقول بسم الله اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. بسم الله. برج العقرب شايفين؟ انا عايزه اوريكم بس الشكل، الشكل اصلا بيدل على ان في شويه امور كتير عندكم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. بسم الله. طيب طيب الفتره دي اقدر اقول ان هي فتره تشجيع ليكم، فتره امور مستجده لحياتكم. فانتوا يمكن الفترة دي برضو هقول ان انتوا صبرتوا، اتحملتوا كتير جدا في حاجات، يعني بمعنى في حاجات كتيرة قوي، يعني في مواضيع، في علاقات، في تفكير، في اكتر من حاجة اتحملتوا، لانكم عندكم قدرة تحميل رهيبة. طيب في حد عندكم داخل في عزلة بعيد عن حد، يعني في عزلة تامة، عانيتوا من الخنقة، من الضيق، في انا شايفه لكم عزله كبيره، لان انتوا في اوضه حاليا الباب مقفول او انتوا قافلين الباب، الله اعلم، لكن في عزله رهيبه. العزله دي مخليكم انتوا بعاد عن ناس كتيره جدا، حتى لو انتوا بتحبوهم، لكن انتوا بتفضلوا ان انتوا تكونوا بعاد احسن، وساعات بتقولوا ان ده من مصلحتهم ومن مصلحتنا، ففي تفكير في عزله. في كمان هنا حاجه هترجع من الماضي، او في تفكير يخص الماضي، شويه تعب يخص الماضي، لكن بنسبه كبيره هتبقى حاجه كبيره هترجع لكم من الماضي، لان الحاجه دي يعني حاجه بقى فاتت بقالها مده، حاجه اتكلمتوا فيها بقالكم مده وفاتت فهترجع. عندكم كمان هنا دايما بتقولوا انتوا اخره الصبر جبر. المشكلة اللي عندكم ان انتوا تعبانين من كتر الكتمان، كاتمين وساكتين، يعني مش عارفين الامور، مش عارفين تاخدوا الامور بشكل مختلف عن كده، لان عندكم يعني امور انتوا مش عايزين تفتحوا فيها كلام. بسم الله. طيب في هنا يعني خلال كام يوم في اوضاع هتبدأ تتظبط معاكم، أوضاع تخص حيرة، تخص تردد، تخص طاقة تفكير، الله أعلم، لكن في أمور هتخليكم توصلوا للبر التاني، ففي وصول لأمان عندكم. شايفة كمان في مبلغ حلو قوي جاي لكم، مبلغ بقالكم مدة بتتكلموا عنه، إذا كان قبض جمعية، فلوس من برة، الله أعلم، لكن في قبض حلو جاي لكم، والقبض ده هيكون يعني حاجة حلوة كده هتفرحكم، وهتحس ان انتوا ايه لقيتوا الجزء اللي ضايع منكم. لكن في حد عايز يمشي، حد عايز يفارق، حد مش عاجبه العيشة دي، هو لان شايفة فراق، عندكم فراق بنسبة كبيرة، ده بيدل ان حد مش عاجبه العيشة اللي هو عايشها، حد بيتمرد كده عن النعمة اللي هو فيها، وانتوا دايما بتقولوا له النعمة اللي انت فيها دي محدش يستمع الكلام ده كله، ففي تمرد في الامور اللي عندكم. في اتنين واقفين ضدكم دايما، رقم اتنين عندكم بيدل ان في اتنين واقفين ضدكم مش عايزينكم ابدا توصلوا لحاجة، ودايما في شد ما بينكم، دايما في امور مش عارفين يعني الامور ماشيه ازاي، حد بيتلاعب كده بوشين، ده بنسبه كبيره قوي. طيب اقدر اقول هنا في علاقه مريحه او علاقه كانت مريحاكم هيبقى فيها استقرار، فيها اخد وعطا، في نفس الوقت انتوا في خوف، في حاجة خايفين منها ودايما بتهربوا منها، حاجة كبيرة كده،
يعني احلام مزعجة، حاجة في الحقيقة خايفين منها، خايفين ان هي تحصل، انها تضركم الله اعلم، لكن في حاجة انتوا خايفين منها. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. بسم الله. طيب من البداية كده عندكم دايرة، دايرة مقفولة، ومن جانب الدايرة دي حد هيدخل حياتكم. الحد اللي هيدخل حياتكم ده هيبقى يعني هيدخل القلب على طول، بمعنى أصح يعني هيبقى قريب جدا من قلبكم، لأنه داخل على القلب من غير تفكير. لكن هيبقى في حيرة ما بين القلب والعقل، هيبقى في ضغط وتفكير رهيب، فحاولوا ان انتوا تقطعوا الشك خالص، وتعرفوا انتوا عايزين ايه، وتاخدوا القرار اللي من دلوقتي هيريحكم، عشان ما تفضلوش تحصل عندكم شوية لخبطة، لان القرار ده يعني قرار مهم. شايفة كمان ان في مناسبة او حاجة هتجيلكم وانتوا هترفضوها، ومش هتكونوا حابين ان انتوا تكونوا متواجدين في المناسبة دي، لكن في حاجة فعلا هتحضروها الفترة اللي جاية، يعني في مناسبة تحضروها بعد 20 يوم، شهر، في مناسبة هتحضروها، وفي كلام هيحصل من ورا المناسبة دي، لان في ست اعوذ بالله منها بتتكلم وبترغي كتير بطريقة وحشة، فانتوا هتبعدوا عنها. شايفة كمان هنا ان في حد كده، يعني واحدة صديقة ليكم او حد مقرب ليكم، هيجيب لكم فرصة شغل جديدة وهتفرحوا بيها قوي، لان في ضحك وفي فرحة. لكن انتوا متعرضين لموقف من صحابكم، من احبابكم، من حد عزيز كان على قلبكم بخيانة او بغدر، لان الموقف ده مؤثر فيكم قوي ومخلي فيه حزن رهيب في حياتكم. شايفة كمان ان انتوا ماشيين بمبدأ حلو، لكن الحب هو اللي هيغلب المرة دي، هيغلب، لان انتوا خلاص محتاجين حنان، محتاجين حد يكون واقف جنبكم، لان كل اللي حواليكم عاملين زي التعابين. طيب في سنارة عندكم، ده بيدل ان انتوا بتحبوا تصطادوا الخير، يعني بتحبوا دايما تدوروا على الخير، والخير قريب منكم وحواليكم، لكن انتوا ما بقيتوش تثقوا في حد خالص. في موضوع هينتهي بقالكم مدة، يعني بقى في حد بقاله مدة او انتوا بقالكم مدة، في موضوع هيتفتح وهينتهي، ومن بعد نهي الموضوع ده هتتخلصوا من بعض الضغوط اللي مأثرة عليكم، الضغوط اللي انتم محيراكم، الضغوط اللي هي عاملة لكم أزمة، حالة نفسية الله أعلم، لكن في خروج من ضغوط كبيرة عندكم. في كمان عزومة، أكلة حلوة، في برضو شوية حاجات هتحصل لمصلحتكم انتوا، لأن شايفة لكم حاجة حلوة، الحاجة دي هتخليكم تقعدوا مش ترتاحوا، لكن هتقعدوا وتنسوا بعض الهموم وبعض الضغوط اللي في حياتكم من ناس تعبتكم، لأن أنا شايفة إن بقالكم أكتر من فترة عمالين تعافروا وتجاهدوا في حاجات فعلا تعباكم، لكن ربنا كبير. خسرتوا أخت أو أخ، خسرتوا حد من الأهل، ويعني خسرتوا حد، وحاليا انتوا مش عارفين تتصرفوا من بعد الخسارة اللي خسرتوها الله أعلم، لكن في رسالة حلوة، رسالة حلوة قوي جاية لكم، والرسالة دي هتقدر اقول ان هي هتكون طبطبة عن اللي انتوا شفتوه الفترة اللي فاتت،
طيب هنا موجود شجرة، وانتوا قاعدين تحت الشجرة ومستنيين دعوة، مستنيين حاجة، في حاجة بقالكم فترة عمالين تدعوا بيها، لان انتوا يعني عمالين تدعوا ربنا كتير الفترة دي. انتوا لسه يعني عاملين مجهود، في حاجة في جسمكم وجعاكم بسبب المجهود اللي انتوا باذلينه او هتبذلوه، في امور انتوا مش فاهمينها بتحصل حواليكم، في اكتر من حاجة، اكتر من علامة، اكتر من اشارة، حاجات انتوا فعلا مش فاهمينها خالص، ودايما يعني مفيش امور متظبطة معاكم. طيب هو انتوا شاكين ان الشريك بيخونكم وبتتكلموا بتقولوا الشريك بيخوننا بس احنا مش عارفين مع مين. في امور متلخبطة جوه خيالكم، شك رهيب، حسبنا، في امور منعكسة، خلوا بالكم. لكن في حد هيقدم لكم هدية. اقدر اقول لكم ان في واحدة حطاكم في بالها، حطاكم في دماغها، مش عايزة تسيبكم، مش عايزة تبعد عنكم. الست دي عاملة زي العزرائيل كده، واقفاكم في الزور. يعني هو ربنا يهمل ولا يهمل. ستي كده استغفر الله العظيم منها، يعني حتى شكلها وحش قوي، شكلها مش بشوش، شكلها عاملة كده يعني استغفر الله العظيم، لكن هي فعلا حطاكم في بالها قوي، وبمنع انها تأذيكم، يعني بعد الشر عليكم طبعا من الأذى، لكن هي عايزة تأذيكم بأي طريقة. في ارتباط بشكل كبير، لأن في دقة في حياتكم. في حلم، حلم مزعج. الحلم ده عامل لكم قلق، لأن انتوا مش عارفين تفسروه بإيه خالص. حلم مزعج، حلم مش كويس خالص من اتجاهكم، حلم كده موتركم فعلا، فخدوا بالكم على نفسكم شوية. في حد، شخص بعيد هيتواصل معاكم قريب، ففي تواصل مع حد بعيد، لأن في اسمة كبيرة جاية لكم من حد بعيد، هيبقى في تواصل وهيبقى في كلام، فديني ببشركم إن في تواصل مع حد. في حد عندكم متصاب بالمس، سحر، المس او السحر بيمنع لكم الخير، دايما بيمنع عنكم التقدم في الحياة، حد عندكم مصاب بالحاجات دي؟ صح كده؟ لان في حاجات انتم مش عارفين تستوعبوها في حياتكم، حاجات متلخبطة، حاجات بتخليكم كده انتوا زعلانين قوي على اللي بيحصل حواليكم، ودايما انتوا على لسانكم مفيش حظ لينا، وده اكبر غلط، ما تقولوش الكلام ده. ما هو لو انتوا عندكم مس او سحر، ده هو اللي بيوقف الحال، يعني ده اللي ممكن يكون عامل لكم عراقيل في حياتكم وعدم استكمال امور. لكن شايفه عندكم ابراج مائيه، شايفة برج السرطان، برج حوت، برج عقرب، حد في حياتكم من الأبراج دي، يعني في رجوع أو في صلح أو في سلام بينكم، الله أعلم. في حد عندكم من برج ميزان، برج جوزاء، والأكتر الجوزاء، في شد دايما ما بينكم،
في امور كده منعكسة ما بينكم متلخبطة، الله اعلم. في اخت عندكم خبيثة، اخت مش حبالكم الخير ابدا، بتكرهكم، بتكره لكم الخير، هي فعلا مش كويسة. لكن انتوا هنا رغم الابتلاء عندكم، عندكم اخذان حق من حما او اخت بشكل كبير جدا، لان شايفة ان انتوا هتكونوا الفترة اللي جاية في تألق اكتر من كده، وهيكون في امر امور هتكتمل اكتر من كده. في زواج عندكم من برج ناري، اسمها هتتفتح للناس العزاب او اللي عندهم برج ناري، اذا كان برج حمل، برج اسد، برج قوس، في اسم كبير هتتفتح للابراج النارية. لكن التفاهم ما بينكم هيكون صعب شوية، لاني لازم تضحيات. طيب اقدر اقول ان انتوا هنا هتطلعوا السلم خطوة خطوة، وهيبقى في تقدم حلو، لكن كل الحكاية محتاجة صبر منكم اكتر من كده، ومحتاجة ان انتوا تحصنوا نفسكم اكتر من كده، وتبعدوا عن اي حاجة تأذيكم اكتر من كده. يعني بمعنى تصلوا، تقربوا من ربنا، لان انتوا مكروهين جدا من النساء، لان دايما في تألق، دايما في تقدم، لكن لو كان عندكم حاجة موقفة الحال فده لخبطة من عندكم انتوا، فلازم تاخدوا بالكم من نفسكم، وتكونوا حريصين جدا على كل حاجة بتطلع من لسانكم. لو بتتكلموا عن حاجة تخص حياتكم، انصحكم ان انتوا ما تتكلموش، اكتموا وداروا، علشان ربنا يكمل لكم حاجتكم على خير، لان انتوا عندكم دايما رجوع لورا. فان شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية هيكون في اخبار حلوة انتوا منتظرين. يلا قولوا، انزلوا لي بقى في الكومنتات وقولوا لي ايه اللي انطبق عليكم من قراءتنا النهارده، وطبعا ما تنسوش تقولوا لي، ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من المشاهدة. وتحياتي ليكم، وانتظروا كل ما هو جديد.